بسم الله والصلاة والسلام على أشرف خلق الله محمد ابن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. يقول الله عز وجل: ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. حضورنا الكريم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. باسم راعي الحفل الشيخ فهيد بن زاروط نرحب بالجميع ونقول يا مرحبا ومسهلة ترحيب المطر، شرفتونا بحضوركم. واليوم هو ثالث أيام العيد، إذا العيد عيدين اليوم ثالث الأعياد بحضور هالجهة الطيبة. وثانيا نبارك لأخونا المعرس مشعل ونقول فالك العيال وطيب الفال وعسى الله يجمع بينكم في خير، والله يبارك لكم ويبارك عليكم. في البداية أجمل ما نبدأ وأفضل وأكمل ما نبدأ به هو القرآن الكريم. ندعو الشاب عبد الله ناصر العجمي ليتفضل مشكورا لإلقاء آيات من الذكر الحكيم، وصلوا على النبي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي له ما في السماوات وما في الأرض وله الحمد في الآخرة وهو الحكيم الخبير. يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو الرحيم الغفور. وقال الذين كفروا لا تأتين الساعة، قل بلى وربي لتأتينكم عالم الغيب لا يعزب عنه مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين. ليجزي الذين آمنوا وعملوا الصالحات، أولئك لهم مغفرة ورزق كريم. صدق الله العظيم. جزاك الله خير يا عبد الله ناصر العجمي، والله يصلح إن شاء الله فيما قلت البلاد والعباد. ثانيا كلمة للشيخ ناصر العجمي توعوية وتذكيرية، عسى الله أن ينفع بها، فليتفضل مشكورا الشيخ ناصر العجمي إلى الميكروفون. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم بارك له وبارك عليه واجمع بينهما بخير، قلوا آمين. اللهم بارك له في فرحه وعرسه وارزقه الأبناء والبنات، قلوا آمين. حضرنا العرس ونحن نتشرف بهذا الحضور. أوصيكم وصية بسيطة حتى ما أطيل عليكم. كم كلمة اليوم قيلت بين اثنين؟ آلاف بل ملايين، منذ صلاة المغرب واللسان يتكلم. الكلمة محسوبة عند الله، مثل كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء. الشجرة الطيبة الحلوة الكبيرة خضراء ولها رائحة طيبة وفيها ثمار مثل الكلمة الطيبة، والكلمة الخبيثة مثل شجرة خبيثة اجتثت من الأرض فهي ساقطة على الأرض تجمع الهوام والعياذ بالله. أحكي لكم موقف بسيط جدا، انتبهوا له يا إخواني. والله ما جيت إلا تشريفا من أخوي فهيد أبو مشعل وفرح أخوي ولدي مشعل. انتبهوا للكلمة اللي بقولها لكم، انتبهوا لها واحفظوها حفظ.
يقام يوم القيامة الميزان، ويبدأ ينادي الله سبحانه وتعالى أن يا فلان تعال لتحاسب على ماذا؟ على أعمالك الزينة وعلى أعمالك الشينة. انتبهوا معي. فلما يأتي للحساب يجد أمامه طابور، طابور كبير، فيقول: من هؤلاء يا ربي؟ قال: هؤلاء خصومك في الآخرة. ما بين بينهم خصومة، وبعضهم أعرفه وبعضهم ما أعرفه. فيقول الله سبحانه وتعالى لهذا العبد: إن هذا فلان جارك، وهذا زميلك في العمل، وهذا مديرك، وهذا عضو في مجلس الأمة، وهذا مدير، وهذا موظف. طيب ماذا يريدون؟ فيقول الأول: إنك قد استهزأت بي في الدنيا، وأنا الآن أبي من حسناتك. كم يرضيك؟ قال: ختمتك في القرآن يوم رمضان أبيها. ثم يقول الثاني: أنت استهزأت فيني. ثم يقول الثالث: أنت تكلمت عني مجلس الأمة. والثالث والرابع والخامس: طابور، وكل يأخذ من حسناتك لأنك تكلمت فلان وقلت عن فلان واستهزأت بفلان وسخرت من فلان. فيأخذون من حسناتك، ويبقى ناس واقفين. فيقول هذا العبد المسكين: يا ربي نفذت حسناتي. فيأتي خصم من خصومك ويقول: يا ربي هذا قال عني كذا وكذا وضحك من قصري أو طولي، فليس له حسنات. قال: يأخذ من سيئاتي وأضعها عليه. تخيلت، حسناته خلصت، وبقي يضعون عليه من السيئات حتى تثقل موازين السيئات فيلقى في نار جهنم. يا إخواني انتبهوا، يقول النبي صلى الله عليه وسلم لصحابته: من تعدون المفلس فيكم؟ المفلس من هو؟ قالوا: الذي ليس له دينار ولا درهم. قال النبي: لا، الدنيا ما هي مقياس. المفلس من يأتي بصيام وصلاة وذكر وختمة وزكاة، ثم يأتي وقد شتم هذا وسخر من هذا وضحك على هذا، فيأخذون من حسناته حتى إذا نفذت وضعوا عليه من سيئاتهم، فيكب على وجهه في نار جهنم. فانتقوا الكلام الطيب والكلمة الطيبة يا إخواني، والله ثم الله ثم الله، إنها سبب للسعادة. أنا اليوم ما جئت هنا إلا أريد أن أسمع من أبو مشعل كلمة مرحبا. قل يا أبو مشعل، وحنا ما جينا اللي نقوله مبروك، قولوا مبروك، يستاهل. وعسى الله يبارك لهم ويحفظهم، وصلى الله على محمد وعلى آل محمد. جزاكم الله خير. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد، وجزاك الله خير يا شيخ ناصر العجمي على هذا الكلام الطيب. أما الآن فكلمة راعي الحفل الشيخ فهيد بن زاروط، يلقيها عنها الشيخ مضحي بن زاروط، فليتفضل مشكورا ليلقي كلمة الترحيب باسم المعزب. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين. أسعد الله أوقاتكم بكل خير، يشرفنا ويسعدنا مشاركتكم لنا بأفراحنا، أدام الله علينا وعليكم الأفراح والأمن والإيمان. وما نقول لكم إلا يا هلا ويا مرحبا ويا مسهلا، بلعنا لنا من بعيد واللي جانا من قريب، بالكبير والصغير صدورنا لكم مفتوحة وقلوبنا لكم محبة. وأسعد اللحظات وأبركها، وأسعد اللحظات وأبرك الساعات واجدكم بيننا ومشاركتكم معنا في أفراحنا. عسى الله يتم لنا ولكم الأفراح ويجمعنا وإياكم على طاعته والمحبة فيه،
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تحيا وتبقى يا الشيخ مضحي بن زاروط. أما الآن حضورنا الكريم للمرة الثانية نبارك المعرسنا ونقول الله يبارك لك ويبارك عليك، ونقول لأبو مشعل بيض الله وجهك على هذا الكرم الغير متناهي وهذا الترحيم الطيب من جينا وحنا ما نسمع إلا يا هلا ومرحبا، وهذا غير مستغرب من أبو مشعل. أما الآن للشعر كلمة، والشعر ديوان العرب، والشعر هو وزارة الإعلام للقبيلة وفي خاصة في الجزيرة العربية، فالشعر هو أدب وتراث وهو تاريخ، والشاعر يمثل نفسه ويمثل قبيلته، وحنا اخترنا كوكبه من الشعراء سواء في النظم أو في المحاورة، من خيرة شعراء هالجزيرة العربية، وعسى إن شاء الله ما يقدمونه لكم ينال إعجابكم. بداية اسمحوا لي بأبيات مني أنا شخصيا قبل لا أقدم إخواني الشعراء. سلام مني للرجال الطيبين الغانمين اللي لهم بالمرجلة عز ومكانات وقدر، يا مرحبا باللي حضر والمعذرة للغايبين، يا مرحبا باللي حضر والمعذرة للغايبين، عداد ما نسنس من الغربي وما هل المطر، جينا نشارك في الفرح متعنيين الغاليين، الله يديم افراحكم يا اهل المعزة والفخر، اليوم فرحة والقصايد في الخفوق معيدين، في عرس مشعل تطرب الافكار والشعر حضر، وعلم الحلا وعلم الحيا وعلم الحيا والطيبين يبين والنادر يبين، شروى ابو مشعل في هيدا المجد ذكره ما قصر. السهل اليوم فرحة والقصايد في الخفوق معيدين، في عرس مشعل تطرب الافكار والشعر حضر، علم الحياة والطيبين يبين والنادر يبين، شروى ابو مشعل في هيدا المجد ذكره ما قصر، من لابتن لصار للبارود زلزال ورطين، تظهر اساميهم بوجه القوم لا رد الخبر، اهل الشجاعة والكرم والواردين الصاملين كسيرهم يبطي، من لابتن لصار للبارود زلزال ورطين، تظهر اساميهم بوجه القوم لا رد الخبر، اهل الشجاعة والكرم والواردين الصاملين كسيرهم يبطي مع الايام كسره ما جبر، الله يثبتهم على الايمان والعلم الثمين، والله يعز اللابه اللي بكل نوماسة حضر، وصلوا على المبعوث رحمة للملايا حاضرين، صلاة ربي والسلام عليك يا خير البشر. صاحبينك. أما الآن اسمحوا لي أني أرحب في إخواني الشعراء. في البداية الشاعر نقول يا محمد تغيم عسى عمرك مديد، الدور دورك وانت رجال كفو، تعال واطربنا من ابداعك، تعال واطربنا من ابداعك يا ابو تغيم نشيد، الشعر واهله مع جماهيره لفوا. ندعو الشاعر محمد تغيم ليمسك بداية الميكروفون ويكون سنة حميدة للشعراء إن شاء الله. تفضل يا أبو دغي. ساكم الله بالخير. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد أحييكم بتحية الإسلام. نبارك لأبو مشعل وابنه مشعل في حفل زفافه اليوم، ونقول كما قال السلف الصالح اللهم بارك لهما وبارك عليهما واجمع بينهما بكل خير. صح لسانك أخوي عذبي وما عليك زود، والله يعطيك العافية. سلام والدعوة من الناس الأقراب،
ألاد عمي محزمي بالشدايد اللي مواقفهم يحسب لها حساب، لا صار للواجب سلوم وعوايد ربعي هل العشوة عريبين الأنساب، قوم اللي أقامت تجيب الفوايد. ربعي هل العشوة عريبين الأنساب، قوم اللي أقامت تجيب الفوايد، من شانهم نوقف ونفت البلشناب ونكتب قصيدة من إجزال القصايد في محفل اللي للكرم فاتح أبواب، اللي بفعل الطيب والجود زايد فهيد بن زاروط ذكره لنا طاب، جعل الفرح في حضرته دوم عايد. فهيد بن زاروط ذكره لنا طاب، جعل الفرح في حضرته دوم عايد، من لابت وقت المواقف والانشاب افعالهم عند العرب والبدايد، بني عطا وقت العطا ترخص ارقاب، تاريخهم عند النشامة وكاي. بني عطا عند وقت العطا ترخص ارقاب، تاريخهم عند النشامة وكاي. والطيب ما يحصر على اصحاب واجناب، لكن على ضعوف العرب صار كايد. وسلامتكم واسمحونا على القصر. صح الله لسان محمد تغيم على هذه القصيدة. أما الآن نقول يا صاحب أبيات مشهورة ومحفورة، شاعر ولك بصمتك والقائك النادر، حياك يا ناصر محمد راعي العورة، الشعر في وقفتك يا القرم يتفاخر. استاذ ابو محمد الشاعر ناصر محمد راعي العورة له مشاركة معنا الليلة، ندعوه باسمكم جميع ونقول له مرحبا يا ابو محمد، الدور عندك. والشاعر ناصر محمد راعي العورة شاعر وإعلامي وله مشاركات عديدة في تلفزيون الكويت، ومن الشعراء الذين شاركوا في شاعر المليون، وأيضا من أهل المزاين. تفضل أبو محمد. بسم الله، مساكم الله بالخير. فالبداية أبارك لأهل العرس وبارك للمعرس وأقول الله يجعل فالك العيال وطيب الفال، عسى ربي يوفقك التوفيق المبارك. بيتين بس قبل لا أقول القصيدة، يقول يا فهيد يا فهيد يا بن زاروط، يا فهيد بن زاروط والدعوة شعر وحقك ميوفة بالقصايد والكلام، ومن قبل ما تزهم وتامرني أمر أجيك حشمة يا أبو مشعل واحترام، حقك علي لا جات دعوتك أحضر من بعد ما بارك لك أهديك السلام. يقول غيوم السماء تجلى اليا هبة الشمال، وجنوب حياتك قامت تكاشف لي بروقه، وكثرة هواجيسي وليل الملع طال وطال المدى والصبح ما بين شروقه، يقولون بيح ضيقته يوم دمعه سال، وانا عبرتي بقصى خف الروح مخنوقه، انا تل قلبي تلة الحر يوم انشال ويوم انطلع ثم انكفخ واطلق سبوقه، انا احس باحساسه وبدله نفس الحال، وهواجيس قلبي تجبر حيل والتوقه، شفوق على المنشا وخوتها للافعال، زحازيح قوم فعلهم ما حد يفوقه، واذا سمح الله دربنا لاشداد ارحال، ولنا راي واحد كلنا ما حد يعوقه، على طارف السوده نبي حروته المنزال، وخل الديار العامره عنك مطروقه. بخد ربيعه طيب يشبع الحلال ويرتاح راع الذود لا بركه نوقه، بضوض خضاره تقل زل تحت هرمال، تخالط زماليقه وعشبه ورقروقه، ولا من نزلنا كل منا يقول عيال، خطفنا اطناب البيت واللي خطف روقه ونهضناه، بيت الطيب عز وذرى وظلال، ومجلس نشام ضيفهم ياخذ حقوقه، وشبيت ضوك رايق ومستريح البال.
وشبيه ضوك رايق ومستريح البال، شبوبك سمر والجمس مليان صندوقه، مصلي صلاة العصر والشمس للزوال، تمايل وخط مغيبها بين طوقه ويلفت نظر عينك اللي أجاب حد الجال، بريق الدلال اللي على النار مفهوقه، وتناولت رسلانية بين صفر دلال، تخيرتها من مصنع ما رخص سوقه، وعبيتها بالعذب والصافي الزلال، وحضبت لك جمر وحطيتها فوقه، وتناولت باليمنى قهوتها وطاب الفال، له بنية صفرة ولهيب محروقه، يجي لونها مثل العسل من يدل عسال، يدلي حمسها غير عجله ومطفوقه، وهيلتها وقنادها لما زج بالحال، بالريتم بالرفق والهون مدقوقه، هنا ومسك ريح الهيل لفاح بالعدال، ومسمارها يشفي خو الراس منشوقه، ولا منقضت خويك اللي بوزنك قال أنا طالبك فنجالها عنك بسوقه، ولزم بقوله تخلها عنك يا رجال، ووجهه يشع بزين ضحكه ومنطوقه، وقال اقدع اقدع ثم طرف لك الفنجال، وباقي العلوم الطيبة منه ملحوقه، ثم استوت فنجال بن وحديث رجال، وصارت على قول المثل كلن وذوقه، وخذتنا السوالف ثم ردت على الأمثال، وكلن على ما يشتهي جر طاروقه، وأنا مثلهم شاعر ولي مخرج ومدخال، وعرف أبدع المعنى وجريه برفوقه، وحب القصايد وانحصل للغزل مجال، مولع وقلبي هايم بحب معشوقه، وحب القصايد وانحصل للغزل مجال، مولع وقلبي هايم بحب معشوقه، وبيونتنا ما تشبه الصوت والموال، من أسبابها ضماير القلب مفتوقة على اللي اليوم قال قوها، وكيف الحال دقات قلبي تسرع وتنشف عروق. يض الله وجيكم، اسمحوا لنا على القصور. صح لسان الشاعر ناصر محمد راعي العورة على هذه القصيدة المتكاملة بكل شيء، القصيدة هذه في اللبشر، إن بغيت غزل وإن بغيت في الطير وإن بغيت في الخوة وإن بغيت في المكاشيت، فهذه قصيدة في اللبشر. أما الآن نقول في موقف مثل هذا صوتوا للسفير، سفير الأفكار والندر من أبياتها، فهد عوض اقدم اقدم ولا صابع تشير، لكنت شعب القصيدة تحط هقواتها. الشاعر فهد عوض البريتشي من الشعراء الإعلاميين، وله مشاركات عديدة خارج وداخل الكويت، فندعوه باسمكم جميعا أن يأخذ دوره مع الشعراء المشاركين، وإن شاء الله ما يقدم ينال إعجابكم. مرحبا يا أبو عوض. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مساكم الله بالخير جميع. المدح يزهى متعبين المخابيط، قوم على رؤوس المعالي يتوايق، وأنا اليوم من جيت حفل الزواريط يشوقني مصامخ المدح شاي. سلام، مساكم الله بالخير أول شيء جميع. أحب أبارك للعريس وأقول كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم، اللهم بارك لهم وبارك عليهم واجمع بينهم بخير. أما القصيدة فعندي قصيدة في عاصفة الحزم. المجد له وقفه وللعز عنوان، وللفعل ساداته وللحرب ميدان، يقول هل حمور ربعه حملها إذا ثقلت على مناكب بليهان، يقدم على العليا ويرقى بفعله ويصنع له من أفعاله البيض جنحان، ويطير بأفعاله الروس النوايف وتحير فيها أفكار ويشتت أذهان، والوقفة الجبارة الصيرمية ها قفلها، وأنا فهد بن فيدان معكم زود، والوقفة الجبارة الصيرمية ها قفلها، وأنا فهد بن فيدان شاعر وعسف الكايدة من قصيدي، اليا لزم واجب بني عم واخوان، ما أنثني للهينة والخفيفة، ربي خلقني للعصيات مزبان، أقولها والدار حرة وبية، في وقتنا الحالي
ومن ماضى الأزمان لو كان في السابق شتات وجهالة، اليوم من فضل الله بأمن وأمان في ظل حكام دهات ولايد. من يومها كانت رواسي ودان حموا ثراها فوق ظهر الكحيلة من حد حفر الحباطن لحد نجران. في ظل حكام دهات ولايد، من يومها كانت رواسي وديان حموا ثراها فوق ظهر الكحيلة من حد حفر الباطن لحد نجران. تحت كتاب الله وسنة نبيه وتحت حكم سلمان واخوان سلمان، الله يخلي تحت كتاب الله وسنة نبيه وتحت حكم سلمان واخوان سلمان، الله يخلي للملك ساعدينه محمدينه لا غش الجو دخان آل السعود. الله يخلي للملك ساعدينه محمدينه لا غش الجو دخان آل السعود، اللي بنوا مملكتهم ورسوا قواعدها بسنه وغران، ويلي على الحد الجنوبي مرابط وقفتك من دون الوطن شانها شان، أمجادك تشيد براس الطويلة ويداولون أفعالك بكل ديوان. أمجادك تشيد براس الطويلة ويداولون أفعالك بكل ديوان، وأفعالك اللي قمت فيها بيمينك فرحت فيها أصحاب ووجعت عدوان، رح علم بها من غدر في بلاده وتبع خطاوي كل غاوي وخوان، إن الولا للدار ما هو بسلعة تلقى وتشرب كل معرض ودكان، ولا الإنسان البلاده عقيدة ما تباع لو تنسان في غالى الأثمان، والوقفة اللي يعجز اللاش عنها في ساعة يرقص بها كل شيطان، وقف بها الجيش الخليجي وأثبت شجاعته للعالم بكل الأوطان، وهزم بها الحوثي وصالح وحزبه وهزم بها إيران وأذناب إيران. والوقفة اللي يعجز اللاش عنها في ساعة يرقص بها كل شيطان، وقف بها الجيش الخليجي وأثبت شجاعته للعالم بكل الأوطان، وهزم بها الحوثي وصالح وحزبه وهزم بها إيران وأذناب إيران، وتكبيرة النصر المبين المؤكد يسمع بها المؤمن مع صوت الأذان، والله يعز المملكة ويحماها تحت حكم سلمان وإخوان سلمان. سلامتكم وصلح العز. صح لسانك وبيض الله وجهك. ونقول الله يحمي الخليج وحكامها وأراضيها من كل سوء، والله يعز المملكة ودول الخليج الكويت والسعودية والإمارات وقطر والبحرين وعمان، ويحفظهم من كل سوء، والله يسدد رميهم، ادعوا لهم فهم في حاجة الدعاء. أما الآن نرجع للشعر والشعراء ونقول يا جمعة الشعار هالليلة ممر لدروب سندة والجزال وحولها، أحمد خميس ابن رغيال انحضر، أحمد خميس ابن رغيال انحضر يبي يوصل هالنجوم أو حالها. الشاعر أحمد خميس الرغيان شاعر يستاهل، شاعر وله مشاركات إعلامية، ندعوه مع زملاء الشعراء أن يكمل هذه الاحتفائية في عرس أخونا مشعل. تفضل يا بري. السلام عليكم، مساكم الله بالخير. أبارك لأخوي مشعل عسى الله يوفقه، وللخالف هيدا بن زاروط اللي وقفته لين أموت ما نسيتها، والكلام هذا أنا ما استحي منه، أول من دعمني في الشعر فهيد بن زاروط، بيض الله وجهك أبو مشعل. صلوا على النبي. انطلق طير المدايح وستل واستدار، واعتلى يا قمة طويق يا طلعت كرى، الوكاد إن الشواهيق من زال الحرار، ما لها غير المنصات علم ولا طرى، زال مجلس العواريف علينا الوقار، وانصفق جل المقاليع ما عين درى، زان مجلس العواريف علينا الوقار، وانصفق جال المقاليع ما عين ذرى، المارة بالرياجيل
ما في احتقار وانبدى منزله فوق والساري سرى ماش للدعوة تهاون وعفة واعتذار عقب اللي دور ربعه ووقفاته زارة ينفهق سمل المظاهير قدام الخيار والعرب من خلقة الله رعايا ومرة ينفهق سمل المظاهير قدام الخيار والعرب من خلقة الله رعايا ومرة ما ندنق للتكسب والأصحاب القرار انزعمنا نقطع الروس والعالم ترى وما خضعنا للمنابر وحب الاشتهار نقمح الفكر مضير على من هو ضرى على الملي لا حضرنا يجي فيه انهيار لا يطاول ويش يجيب الثريا لا ثرى وعلى الملي يرقب الليل لا ثرى الغبار الصتايم تدحم القوم والنور اجهارا وعلى الملي دون نفسه وجهه ما يغار ما يفيده بايع الشور لا منه شارع عز يا مشعل وفاخر على قبل المهار ما يخيب اللي بناخي فعله يندر عز يا مشعل وفاخر على قبل المهار ما يخيب اللي بناخيه فعله يندرى وانت خال اللي تعلى ولدها كل غار ما يغر من الصواديف ويرد البرى وانت ما المجد مسمى مدله الجوار سعد من انتم خواله ومن انتم له ذرى وانتم الرس الدواهي امتيت البكار في زمان في هالايام ظرف الوعارة انتم المجد مسمى مدله الجوار سعد من انتم خواله ومن انتم له ذرى وانتم الرس الدواهي امتيت البكار في زمان فيها الاصداف جرفنا ووعرى يا حزامي في نهارنا ما هو بيت نهار ويا دواي ضاق بالي وهمي ما برى وانت ورا طريقي في كل الديار ذكركم قدام قدام ما يرجع ورا سلامتك صح لسان الشاعر احمد الريان على هذه القصيده الغير مستغربه منه دايم جزل والمعازيب يستاهلون أما الآن لعذوبة الصوت دور وأهل الشيلات مشتاقين وحنا ما نسيناهم ونقول يا حادي الألحان والصوت العليل هاضت مشاعرنا ولا معنا صبر يا سعود بن زاروط شيل اللي تشيل واشبر معانيه شبر 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 الشاعر وصاحب الصوت العليل سعود بن زاروط له مشاركة معنا ندعوه باسمكم جميعا تستاهل التصفيق ونقول تفضل الجمهور مشتاقين لك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أولا نرحب بالجميع هذه قصيدة ترحيبية من كلمات المبدع طلق بن زاروط مرحبا نايب عن فهد ترحب يدوم في ضيوف شرف ومن بعيد ومن قريب في حفل زواج مشعل نرحب العموم جيت الوفي دايم تزيد الطيب طيب والقدر في الصدر يلي مقدر ومحشوم والوفا بنا في محل عيال زاروط ربعي فاللزوم أهل العشوال يا من عواذب اللذيب مرحبا ترحب حسب السواير والسلوم في ضيوف شرف ومن بعيد ومن قريب في حفل زواج مشعل نرحب العموم جيت الوفي سلامتكم جميع اسمحوا لنا عكسوا صح الله لسانك صح الله لسان الشاعر طلق بن زاروط أما الآن ينتهي فصل ويبتدي فصل آخر ولكن بين نهاية الفصل شعراء النظم وبداية فصل شعراء المحاورة لا بد ويتوجب علينا التكريم لهؤلاء المبدعين فندعو السيد مبارك هايف ابن زاروط مشكورا أن يتفضل وأن يكرم الشعراء المشاركين نيابة عن المعزب فهيد ابن زاروط
عليكم السلام ورحمة الله. الآن تكريم الشعراء المشاركين، يتفضل الشاعر ناصر محمد راعي العارة مشكورا ليتسلم تكريم التكريم، وهو درع تذكاري مقدم من أهل الحفل للشاعر ناصر محمد راعي العارة. ندعو الشاعر ناصر يستاهل التكريم أن يتفضل يتسلم درع التذكاري والصور التذكارية مع رعاة هذا الحفل. وأيضا الشاعر فهد عوض البريتشي ندعوه أن يتفضل ويتسلم درع التذكاري من أصحاب هذا الحفل والتقاط الصور التذكارية. الشاعر فهد عوض البريتشي يتسلم درع التذكاري من السيد مبارك هايف بن زاروت. وأيضا الشاعر محمد دغيم ندعوه أن يتفضل ويتسلم درع التذكاري من السيد مبارك ابن زاروط والتقاط الصور التذكارية. مرحبا يا محمد. وندعو الشاعر أحمد خميس الرغيان أن يتفضل ويتسلم درع التذكاري المقدم له من المعازيب والتقاط الصور التذكارية من مع السيد مبارك ابن زاروط. أما الآن دور تكريم صاحب المبادرات الجميلة والمجهود الوافر الشاعر طلق بن زاروط، يتفضل مشكورا لاستلام درعه التذكاري والتقاط الصور التذكارية مع السيد مبارك بن زاروط. باسمكم ندعو الشاعر طلق بن زاروط. وأيضا لشعراء القلطة نصيب في هذا التكريم، ولو أن اللي بصدورنا أكبر من التكريم وأكبر من الكلام اللي ينقال، لكن عسى ما نقدم لهم دليل على المحبة والتقدير اللي عنوتهم لنا. الشاعر الكبير سلطان بن وسام الهاجري ندعوه مشكورا. ندعو الشاعر سلطان الهاجري لتكريم من السيد مبارك ابن زاروط والتقاط الصور التذكارية. وأيضا باسم أصحاب هذا الحفل ندعو الشاعر الكبير السعيد العوني مشكورا على هذا المجيء والتشريف في حفلنا هذا، يستاهل. واستلام درع التذكاري المخصص له من السيد مبارك هايف بن زاروط، ونقول شكرا لحضورك وشكرا لمجيئك وتقديرك لهذا الحفل.
والآن تكريمي بيض الله وجيهكم، ولو أني أنا واحد منكم سال الطيب، يستلمه نيابة عني الشاب سيف بن مانع الملعبي، ويقول يا سيف تعال استلم درعي. الله يبيض وجيهكم. المنشد سعود بن زاروط ندعوه باسمكم جميعا لاستلام الدرع التذكاري المخصص له من السيد مبارك هايف بن زاروط، فليتفضل مشكورا. دائما لأهل الحكمة وأهل الكلام الطيب تقدير وإجلال ومحب وتقدير في داخل النفوس، فالشيخ ناصر العجمي ندعوه باسمكم جميعا لاستلام درعه التذكاري من السيد مبارك هايف بن زاروط. الشيخ ناصر العجمي في بداية هذا الحفل ألقى كلمة جميلة جدا ومؤثرة، ونقول جزاك الله خير. والآن دور السيد مضحي بن زاروط ندعوه لاستلام التكريم والدرع التذكاري المخصص له من السيد مبارك بن زاروط والتقاط الصور التذكارية. وأيضا لم ننسى فرسان أيضا من فرسان هذا الحفل، فهم بجهودهم أحيوا جزء من هذا الحفل ليلة البارح، وبعد قليل إن شاء الله نكرم صفوف القلطة صفوف الحصنان، ويستلم عنهم السيد عبد الله حمود الحصني، وندعوهم جميعا لالتقاط الصور التذكارية مع رعاة هذا الحفل، ونقول الله يعطيكم العافية، فبجهودكم كنتم ولا زلتم إن شاء الله بعد قليل من المبهجين في هذا الحفل، وأحييتوا جانب من جوانب هذا الحفل. لم تنتهي طبعا هذه الأمسية الجميلة، نحن الآن في التكريم، ولكن بعد التكريم قلنا كما أسلفنا قبل قليل فإن هناك فصل آخر من فصول هذه الأمسية، فصل شعر وفن المحاورة. أما الآن ففن المحاورة له جماهير كبيرة وله حضور طاغي، وهو من أعمدة الشعر النبطي. الآن يبتدي فصل المحاورة، فندعو السيد والشاعر الإعلامي طلق ابن زاروط مشكورا ليتسلم المايك، وأن يرحب بما شاء من أخوانه الشعراء المشاركين في هذه الليلة، وهم الشاعر سلطان ابن وسام الهاجري، والشاعر سعيد العوني، والشاعر ملفي المورقي. ندعو الشاعر طلق ابن زاروط. أما الآن نطلب من الجمهور الكريم التصفيق والترحيب بشعراء القلطة، فهم يستاهلون. أيضا نطلب من الصفوف أن يأخذوا مكانتهم، وأن نطلب من الجمهور أيضا أن يوسعوا لإخواننا أهل الصفوف. صفوف
شكرا لكم، واتمنى ان قدمت ما يليق بهذه الوجهة الطيبة، وان ما قدمت نال اعجابكم، فان كنت مقصر فهذا من نفسي، وان كنت اجدت فهذا من الله سبحانه وتعالى. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.